ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علاج الكرب والهم والغم والحزن والقلق والاكتئاب ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. الدعاء ده مهم الإنسان يلوذ به ويتضرع الله سبحانه وتعالى به: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك إيه أستغيث، يا حي يا قيوم، يعني من قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو إيه الحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دعوات المكروب، الإنسان لما يصاب بالكرب يعني دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، الإنسان في الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عارف طرفة العين الإنسان لما يضرب بعينها أقل من السمية، يعني كأنك بتتضرع الله سبحانه وتعالى ألا يكلك إلى نفسك حتى ولو أقل من الثانية، وفي نفس الوقت بتدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك شأنك كله، يعني أمورك الدنيوية وأمورك الأخروية وأمورك في الأسرة وأمورك في الأولاد وأمورك في العمل في كل شيء. في هذا الدعاء اللي هو اليسير البسيط، يعني كأنك بتقول: يا رب رتب لي حياتي، يعني أنا حياتي فيها فوضى وفيها بعثرة، أنت يا رب رتبها لي يعني أحسن مما أفكر، أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، كل شؤون يا رب إيه؟ لأنك أنت ممكن لأن الإنسان فينا مهما كان نظره قاسي ممكن يصلح يعني هذا المجال ويفسد مجال إيه؟ ويفسد مجال آخر، يصلح هذا الأمر ويفسد أمور إيه؟ ويفسد أمور أخرى. طب من الذي قادر على أن يصلح كل أحوال الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت بتتضرع الله سبحانه وتعالى ويقول له: أصلح لي شأني كله، يعني يا رب آتني من حسنات الدنيا وحسنات الإيه؟ الآخرة، وأصلح لي ديني وأصلح لي دنياي، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.